السلام عليكم. الموضوع ديالنا اليوم ان شاء الله هو الخدمه في وقت القرايه. دابا الانسان اون جينيرال ملي كيكون كيقرا كيبدا يكبر شويه، كيكون عنده واحد المصاريف اللي ما يمكنش يوفرهم هو راسو، حيت مازال كيقراو اللعيبات ودارهم كتكون شويه القضيه شويه نحاك. لهذا الشيء الانسان كيتطرق لواحد الجهه اللي هي كيمشي يقلب على خدمه هو مازال تيقرا. انا الانسان فين كيتقسم على جوج، كاين الانسان اللي كنقولوا حنا بالدرجه ديالنا مريق اللي يقرا وكيخدم وما كيفرطش في قرايته، وكاين الانسان اللي كيخدم كتدخل شويه العلاقه كيفرط في قرايته. هاد الشخص وهاد النوع هما اللي غندويو عليهم حنا اليوم ان شاء الله. المهم انسان كيكون كيقرا وكيخدم صافي شويه كيولي خدام دوز داخله العلاقه زايده نغزه، انا كيبدا في واحد المشكل دوز داخله كلشي مزيان الحمد لله وقت راه غادي مزيان، ولكن كنطيحوا في واحد النقطه واحد المشكل اللي ضروري خصنا ندويو عليه، اللي هو ملي كتدخلك شويه ديال الفلوس انك تفرط القرايه ديالك. لا واحد المشكل اللي صعيب، وهذا المشكل قد يخرجك على حياتك كامله الا ما عرفتيش كيفاش تسير راسك. لهنا راه كلشي مزيان كلشي بخير. وي سيدي ملي كدخلك العلاقه صافي انت كتولي في الفلوس، ديك الساعه القرايه كتولي عندك شويه بحال قلت شي حاجه زايد، صافي كتبقى خدام 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 خدام. يجي واحد النهار الخدمه لا قدر الله ما غاديش تبقى، غادي تكون انت شويه وليتي زدتي في السن شويه، تكون نقولوا مثلا عندك واحد 30 عام، ديك الساعه غادي طيح في واحد المشكل اللي ما عندك لا قرايه لا خدمه لا ديبلوم لا حتى شي حاجه و30 عام. ديك الساعه الا ما كنتيش انت واحد الانسان اللي عندك واحد الشخصيه قوية واللي مرزم تقد تخرج على حياتك تمشي في الهاوية، تمشي في الهاوية افكار ديالك وداك الشيء غيبدا يدور، غادي خصوصا تدخل معاك دوك الافكار ديال ناري انا كبرت ناري اش غادي ندير ناري هادي، وتسمع هضره الناس حيت كاينين واحد النوع ديال الناس لانه ما كيجيش ماشي كيجي يعاونك، كيجي كيدخل لك واحد واحد الافكار اللي في شكل افكار نيجاتيف كتدخل لك في حياتك كيدخلها لك في راسك تولي حياتك مخربقه كيخربق لك الحياه ديالك. كاين واحد النوع ديال الانسان كيخربق لك الحياه ديالك بالهضره، وكاين واحد النوع ديال الانسان اللي سبحان الله يعطيك شي معلومه تقد حياتك تمشي بها حياتك كامله بخير وعلى خير. داكشي علاش الانسان خصو كما كنقولوا ينقي العشره ديالو ويعرف مع من يتعاشر ومع من كيتعامل ومع من كيجلس. هذه اهم حاجه، الا بغيتي تزيد القدام خصك تعرف مع من كتريح ومع من تعاشر ومع من تهضر في مواضيع. بلا عاد غادي نجيو لديك الجهه ديال حنا مازال مراهقين وداكشي على حياتك حياتك الشخصيه، راه كتبقى حياتك الشخصيه. دابا حنا كندويو كيفاش تطور من حياتك الا طحتي في هذا المشكل ديال خدمتي ونسيتي القرايه. المهم داكشي علاش اسيدي خصك انت تكون عندك واحد الشخصيه اللي قويه، واي حاجه جاتك خصك تعرف كيفاش تتعامل معها. كما الفرص جاتك شي فرصه خصك تعرف كيفاش تتعامل معها، حيت الفرص الا جاتك فرصه مره في حياتك تقد تغير لك حياتك 90 درجه، حيت قد تجيك فرصه في الحياه اللي تغير لك حياتك كامله، وتقد تجيك فرصه ولا ما استغلتيهاش قد تضيع لك حياتك كامله. هادشي علاش كنقولوا خصك تعرف خص بنادم يكون شنطان كما كنقولوا، يستغل الفرصه جاتو الفرصه ما يزقلهاش. هادشي كندويو حنا على ولاد الشعب، ما كندويوش على الناس اللي كيلقى با مخلي لي 500 درهم في النهار، كندويو مع ولاد الشعب. ولاد الشعب اللي كيكونوا مدوزين شويه تمار في الصغر داكشي هما اللي معاه من كندوي مع هاد الناس هادو خصوصا. المهم كنقولوا خلينا نرجعوا للموضوع ديالنا، 30 عام فات عليك الحال، نسيتي قرايتك، خليتي الخدمه، خصك تريح. الانسان اللي كيريح مع راسه وكيدوي مع راسه كيلقى بزاف ديال الحلول، بزاف ديال الحلول اللي كانوا شحال هذيك كون ريحتي شحال ديال مع راسك غادي تلقى الحلول وغتمشي في حياتك مزيان. ولكن حنا الانسان اكثر حنا ديال الشباب ما كنريحوش مع راسنا وكنبقاو نسمعوا لهضره الناس، خصوصا اخويا هضره الناس تدخل من هنا تخرج من هنا في هذا الوقت هذا ما عنده ما يزيدك باش تكونوا فاهمين. ايوا رجعوا للقضيه ديال انك تريح مع راسك، وهذه كتريح مع راسك تبدا تفكر، عقلك كيبدا يفكر، عقل ديالك كيبدا يعطيك واحد شويه ديال الافكار اللي تقد الى خدمتي بهم ثق بي ان حياتك غادي تمشي مزيان وغتمشي بخير وغادي تعرف كيف وغادي كما كنقولوا الله غادي ينور لك طريقك، خصوصا الشيء اللي تبعتي طريق الله طريق الله. واخا صعيبه في هذا الوقت ولكن شويه شويه كما كنقولوا شويه شويه ثق بي بانك غادي تمشي بخير والله غييسر لك الحياه ديالك. اما الا بقيتي تابع ليا العشره الخاويه الدوران والزناقي وهادشي هادشي راه اخرته راك عارف اشنو كاين، اخرته تولي في راس الكرسي وتقع لهم ثاني هذيك الهضره ديال الناس ديال الناس ولاد الدرب من الكبار وانا يا وترى دوزت القرايه في واحد الوقت ولا بدا علينا دوزت الكره في واحد الوقت ولا درت هادي في واحد الوقت. خويا هاد الافكار ما بغيناهمش حنايا، البلاد ما عطاتنا والو، خويا البلاد ما عطاتنا والو، راه نوضوا نخدموا صافي ما عطاتنا والو نبقاو مريحين. يلاه السي حي البلاد ما عطاتنا والو واش نديروا، نبقاو مريحين ولا نبقاو نقولوا نحرقوا؟ ها انت السي حرقتي يلاه اش غدي باش اش ضمنتيش بانك شكون يضمن لك بانك غتوصل تما؟ السي ما عرفتيش غرق في البحر، ما عرفتيش تموت في الطريق، اش باه؟ راه الا من رحم ربي اللي كتيسر ليه الامور ان ادري، راه الا من رحم ربي الا ما كنتيش اخويا قادر على هذا الشيء وهادشي راه حياتك صافي ضيعتي حياتك وغتبقى كيما قلت لك فراس الدرب. لهذا خصك تعيق وتفيق قبل من الوقت. انا لا يعقل ان انسان عنده 30 عام ومازال تيقول دار ما عطيني، راه ديرا ما يمكنش، راه بلادنا كيهود غير من الجبل وكيجي كيتقاتلو كيما مسكين كيموت، وكتلقاه من كيدوز واحد شويه ديال الوقت كتلقى السيد بخير وتا هو داير على شي رجع او طوموبيلته بدارو، وكنقولو حتى شو غا
نقولوا حنا غير شلح وشو جدار، بخصوص انا راني تنا شلح. شو بلادم راه غير شلوح وجاو دارو، لا اخويا راه ماشي جاو دارو، راه شلوح تعذبو وخدمو وتعلمو واخا ما قراوش، راه ماشي دار. شوف شوف القرايه راه ماشي ضروري انك دير فلوس الا قريتي، باش تكونوا فاهمين هذه النقطه اللي نوقفوا عليها. ماشي نقول لك انا كنقول بلادم ما تقراش، ولكن الا خدمتي كاين اللي غايجيبها القرايه، اللي غي باش تكونوا فاهمين، اللي قرا القرايه كتسهل لك واحد الامور بانك غتمشي فواحد الطريق اللي غتدخل من الفلوس، هذه متفق عليها. والا ما قريتيش راه ماشي ماشي بمعنى انك الا ما قريتيش راه ما غاديش دير الفلوس، لا هي غتعذب من واحد الجهه، واحد الجهه غادي تعذب منها، ولكن ان شاء الله غدير الا تقاتلتي. كنقولوا حنا هذا الشيء الا تقاتلتي وضربتي تمام وخدمتي. اصلا كنسمعوا شي قصص حنايا ديال والدينا ولا ديال صحاب والدينا ولا شي واحد كنعرفوه، كنقول واحد السيد راه ما قاريش وكيراه دار العاقه، دار العاقه واحد النوع كيقول لك حق هذاك راه غشفار، واحد حق واحد غمخرود، ولكن الا جيتي وريحتي وعرفتي الواقع ديال ان هذاك السيد منين جاب دوك الفلوس وكتريح معاه وكيعاود لك، كتلقى ان السيد ضرب تماره وماشي فواحد الطريق اللي غتدخل منه الفلوس، هذه متفق عليها. والا ما قريتيش راه ماشي ماشي بمعنى انك الا ما قريتيش راه ما غاديش دير الفلوس، لا هي غتعذب من واحد الجهه، واحد الجهه غادي تعذب منها، ولكن ان شاء الله غدير الفلوس الا تقاتلتي. كنقولوا حنا هذا الشيء الا تقاتلتي وضربتي تمام وخدمتي. اصلا كنسمعوا شي قصص حنايا ديال والدينا ولا ديال صحاب والدينا ولا شي واحد كنعرفوه، كنقول واحد السيد راه ما قاريش وكيراه دار العاقه، دار العاقه واحد النوع كيقول لك حق هذاك راه غشفار، واحد حق واحد غمخرود، ولكن الا جيتي وريحتي وعرفتي الواقع ديال ان هذاك السيد منين جاب دوك الفلوس وكتريح معاه وكيعاود لك، كتلقى ان السيد ضرب تماره وما نعش في الليل، حنا كنا ناعسين، السيد الشتا والبرد، السيد راه خارج كيقلب على رزقه وكيدور من مدينه لمدينه من مدينه لمدينه. انا واحد القصه كنعرفها حقيقيه، انا واحد السيد ما كان عنده حتى شريه، حتى شريه شنو هي حتى شريه، والو السيد مكحط الى اقصى درجه. المهم السيد بدا بشويه بشويه كيطور راسه من هنا لهنايا، من هنا لهنايا، لهنا لهنايا، السيد الحمد لله يسر لي الله، ودابا راه بخير عايش حياته اليس كما كنقول. ولكن كيفاش ولا عايش حياته؟ ماشي بقى مريح تيقول ايوا صافي انا رفعت عليا التران انا نريح كملي لي كوير الروات، انا بقاش هاد النميمه في الناس، حتى هذاك راه غشفاره، حتى هذاك راه هادي، لا السيد راه ناض وخدم وضرب تما والليالي والشتا والبرد، والسيد كيضرب تعمار ويضرب في الطرقان، وهذه حتى يسر لي الله، خدم غادي تلقى ضروري، الا خدمتي الله ما غاديش يخيب، هذه حاجه انسان يدخلها لراسه. مهم في الوقت اللي الانسان خصو يطور راسه ويزيد في التفكير ديالو، كنبقاو نردو اللومه ديما على كي كترد اللومه لراسك، كترد اللومه البلاد، حق البلاد ما عطاتنيش، حق البلاد راه ما دارتش ليا، حق راه البلاد ما دارتش ليا، حق راه لا راه هادي، لا راه هادي، لا راه هادي، لا سيدي راه انت الا بغيتي تغير حياتك راه غتغيرها وحق ما عادش شنو يكون انك غتغير حياتك، راه غادي الا بغيتي انت تغير حياتك راه غتغير حياتك، سالين ما كاينش اللي غادي يوقف عليك، يوقف لك في الطريق شي، الا وقف لك شي واحد في الطريق وانت ناوي ومخطط دير واحد الخطه في حياتك، الا وقف لك شي واحد في الطريق غدير واحد التور غتجي وغتدخل فيه صافي. المهم كتبقى انت الهدف ديالك هو خصك توصل لهذيك الحاجه اللي كنتي مخطط لها، والله ديما كيوقف مع الناس اللي كيكونوا دايرين شي حاجه في راسهم. هذا الشيء راه علميا، غادي تمشيو تقلبوا غتلقاو باللي الا كنتي كتفكر في شي حاجه بزاف ولا كنتي ناوي شي حاجه بزاف انك توصل لها، انك توصل لها. بحال مثلا نقولوا حنا ملي كنا صغار كتبغي شي لعيبه كتبقى تبكي وتمرمد في الارض حتى كتقنع باللي والديك يشريو لك هذيك الحاجه، وراه بحال هكا الانسان ملي كيكبر حتى هو غير ما كيبقاش يتمرمد ويبقى يبكي، الا بقيتي كتمرمد وكتبكي في هذا الوقت راه ما غدير والو. دابا فين كبرتي خصك تنوض وتمرمد وتضرب تماره باش توصل ان شاء الله، والله يسهل على اي واحد. ما تنساوناش الدراري تابونا وحطوا لنا شي كومونتير، واللي عنده شي معلومه حتى هو في هذا الموضوع حطها لنا في لي كومونتير، الله يرحم لكم والدين، والله يسهل على اي واحد، وتهلاو الفيديو الجاي ان شاء الله.